إذن تحية طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة أناسي. اليوم معنا محجوبة، اليوم معنا محجوبة استافدت هذه تقريبا 3 سنوات هي والشريك ديالها، لكن المشكل هي استافدت في سيدي حجاج. عطاوك في سيدي حجاج، المشكل اللي عندهم هما أنه ما عندهمش اللي يبني ليهم، وما عندهمش هذيك 2 مليون ديال الأرض، 2 مليون اللي هي و 2 مليون ديال الشريك. مرحبا لالا. ما عندناش بنيتي 2 مليون وانا والشريك ديالي، ربي اللي عالم. السلام عليك. بعدا عليكم السلام. مرحبا. الله يحفظك يا بنتي. انا ما عنديش بنتي ديك 2 مليون و 3 سنين دابا، وحنا مقهورين في الكرام، مقهورين في بزاف ديال الحوايج، وعالم بين الله اللي مشيت عندو قلت ليه بني ليا، ولا الله يرحم الوالدين كيقول ليا واخا لالا شويه كيتخلى عليا، كنعطي التليفون للناس كيقول ليا واخا لالا ما كاين حتى واحد. دابا 3 سنين وانت كتقلبي على اللي بني ليا البقعه، انا والشريك ديالي. البقعه موجوده، الشريك حتى هو قلتي ما فحالوش، ما عندوش مسكين والله حتى كيرقد هذاك الدري غير في الزنقه، وعالم به الله وانا سنة عالم به الله. يعني زعما ما عندناش ديك 2 مليون باش نخلصو، هو 2 وانا 2، 4 المليون اللي خاصنا، هو خاصه 2 مليون وانا 2 مليون. ما لقيت لا والي لا تالي والو، اللي مشيت عنده قلت ليه الله يرحم الوالدين كنعطي التليفون للناس كيقولوا لي واخا، ولكن كيتخلوا عليا ما كاينه حتى حاجه على الهضره. كيفاش واخا؟ يعني كيتفقوا معاك على اساس باش يبنيو لك، باش يبنيو ليا، وكيقولوا لي صافي غنمشيو غدا نخلصو لك ونبنيو لك، وفي الاخير كاين ما كاين والو. واخا كتعرفي بان الدار يعني تقسم على 3، مابقاش غادي تقسم على 2. لا انا شتي، انا كون لقيت انا اللي بني ليا غير بريطمه ديالي ما كرهتش نمشي ندير غير خزانه حتى تبنى ليا دويرتي، كون لقيت شي واحد. بصح غيتقسم على 3. الكراج كذلك يقدر الشريك. المول الشكاره اللي كياخذ. ما عندكش مشكل. انا ما عنديش المشكل، المول اللي غيبني ليا هو اللي غياخذ، ما غنعاقبو ما نحاسبو، تيعيط عليا يقول لي تعالي دويرتك تبنات، حيت انا تقهرت بالكره. انت بغيتي غير. بغيت عا بريطمه ديالي، الحق ديالي، الله يجعل شي بركه. وما عنديش كون كان عندي راني غدا نبني وغدا نخلص، وتلحنا لوحه صعيبه. حتى السيد اللي تشركت معاه ما عندوش وانا ما عنديش، والله غالب. واخا لالا هاد البقعه فين جات؟ في سيدي حجاج. سيدي حجاج شنو بلاصه في سيدي حجاج؟ كتفوتي السبيت وكتركبي من السبيت كتركبي لسيدي حجاج اللي عندنا فين عطاونا. واخا هاد البقعه جات مشمشه باقا ما عارفاش حتى تخلصي، حتى كتخلصي عاد كيبينو يعطوك البقعة ديالك فين جات. حنا دابا باقيين ما عارفينش بنت البقعة اللي حداها تبنا ولا مازال تبنا، والناس سكنت اللي عندها الفلوس واللي لقات اللي بني ليها ساكنوا الناس، وحنا باقيين نترجاو الله تبارك وتعالى. والمشكل هو اللي بينا تقارنا بالكرا والوليدات، وعالم بين الله الكرا كارية ب20 ألف ريال، كاين حق الشهر غنمضي عينك حليها. وكيقرب الشهر عندي الحمد لله ما عنديش باش نخلص الحمد لله. مهمتي اليوم بغيتي على اللي يخلص انه يتشارك معكم، يكون يدخل هو الشريك تاعي، هو مول الشكاره، هو اللي بني ليا الله يجازيهم بالخير. انا دابا الدوسي ديالي داو ليا للعمران، هادو اللي تعطلوا داوهم ليهم الدوسه ديالهم للعمران، تمشي للعمران تخلصي يعطيوك الواجهه ديال البقعه ديالك، ومتشكره هو غادي يعرف كل شيء. يعني شنو هي الشروط ديالك لالا؟ انا الشروط ديالي بني لي غير بريطمه ديالي، الله يجعل البركه فين تستقرر عيت بالكره، وعندي الوليدات صغار وعالم بيا الله وما خداماش. ما عندكش شي شروط محدده؟ والو حبيبتي، ربي اللي عالم بيا وربي اللي عالم بيا، وما عنديش شكر صعيب عليا. واخا شكون هاد السيده اللي كتبغي؟ هذيك الوالده ديالي مسكينه، حتى هي مراه كبيره ساكنه معايا. غير ما غاداش نلوح ميمتي ساكنه معايا، حتى هي كانت معايا ملي كنا باقيين في الكاريان، ودابا ملي تحولنا 3 سنين راه معايا، ما نقدرش نلوح امي. شد عليها لالا، شد عليها واخا. ميمتي ما نقدرش نلوحها، الحبيبه ديالي راه هي ميمتي فين هي معايا. الله يخليها لك. دابا كنطلب من المحسنين يعاونوني ويشوفوا لي غير شي مول الشكاره اللي بني لي امي حيلي انا ووليداتي فين تسقروا. انا ما هادشي اللي كنطلب فين تقرر قهرني الكره، تقهرنا بالكرا. اذا المشاهدي قناه شفتي الوليدات صغيورين، البنيه الوليدات صغيورين، هذا هو المشكل دابا، والكرا صعيب عليا
وما عندي حتى راجل اللي غادي يعاونني، انا غير هجاله ان شاء الله، انا غير هجاله ان شاء الله، ما عنديش الراجل اللي غادي يعاونني ولا غادي يخلص ليا ولا غادي امينه اللي توقف معاك وكنطلب كنطلب من الله والمحسنين والناس يشوفوا من وجه الله الا يشوفوا لي غير شي حد اللي غيبني لي هاد البقعه. راني ما عنديش، ربي اللي عالم وقهرني الكرا والوليدات والميمه ونخليها على الله، والكرا راه صعيب والانسان راه غير جالس ما خدامش، داكشي اللي كنتصوروا يلاه كيتقاد مع الوليدات ومع الكرا، وراه ربي اللي عالم. انا كون كان عندي ما غاداش نقول للناس، راه ربي اللي عالم، ربي اللي عالم، وربي فوق مني ورا الله عالم وغالب. واخا لالا الرقم ديال السيده محجوبه هو 06 81 72 80 44. نعاود الرقم 06 81 72 80 44. نعاود نذكر بالسيده محجوبه اللي استفدت هذه 3 سنوات هي والشريك ديالها بقعه ارضيه في منطقه سيدي حجاج، ما عندهاش يعني ما عندهاش اللي يبني ليها، محتاجه الشريك اللي يدخل ويعني يدخل شريك ثالث ويبني لهم ويتكلف بكل ما يتعلق بالبناء، لكن ما عندهمش المصاريف ديال الارض، يعني هي 2 مليون والشريك ديالها حتى هو 2 مليون. اذا الله يجازيكم بخير، الرقم ديال محجوبه هو 06 81 72 80 44. نعاود الرقم دائما 06 81 72 80 44. نعم لالا، نعم دوي. هادشي اللي كنتمنى الحبيبه غير شي محسنين يعاونوني في هاد البقعه اللي هي ملكيه، ولكن راه ما لقيت ليها بنتي جهد باش غنلحق ليها. حتى السيد اللي تشارك معايا راه ما عندوش، وانا ما عنديش، وغير هجاله وعالم بيا الله، راه عيت بالكرا، راه تقهرت بالكرا. كنطلب من المحسنين يعاونوني غير على هاد البقعه 2 مليون، وهو 2 مليون 4 مليون باش نخلصو، ما عندناش حنا، راه باقيين في الكرا، والكرا راه صعيب، وانا غير هجاله وعالم بيا الله، وعندنا الوليدات صغار وراني باركه ما خداماش وعالم بيا الله، وكاينه المميمه حتى هي مرا كبيره عندها 100 عام، 100 عام عندها، اللي غتعاونني وتعاون معايا راه مرا كبيره مريضه شاده ليا الفراش، وعلم بي الله، وعند الله وعندها لي كوش، وعلم بي الله راه مسكينه ما بقاتش عندها حتى العينين، العوينات باش تشوف ما عندهاش، اقسم بالله ما عندهاش العوينات، عمات بكثرة البكا، كتضل تبكي وتبات تبكي، مسكينه كتشوفني انا كنبكي حتى هي كتبقى تبكي، عمات من عويناتها بالبكا، والرجيله تزحفوا ليها، وربي اللي عالي وعالم. واخا انت اليوم جيتي باش ديري نداء، جيتي باش ديري الصلاة، انا امي حيل معاكم شي شريك باش تكون شي مشكاره اللي غايبني ليا، شي مرضي الوالدين يسلطوا عليا السيده ربي وحيدنا من هاد الغمه ديال الكرا، راه حنا عيينا راه عارفين ان البنيه عارفه. ما عندك شي شروط محدده؟ والو حبيبتي، عندي الله، عندي الله. تشريك لي معاك؟ حتى الشريك اللي معايا مسكين حتى هو ما عندوش، والله حتى كيرقد في الزنقه هو وليدات ما عندوش حتى هو. انت حاليا غير كاريه؟ انا غير كاريه ب 10000 درهم بالضو والماء 1000 درهم، وثلاثه ديال الوليدات اللي عندنا وربي اللي عالم، وما كاينش ربي عالم، والمهمه حتى هي مرا كبيره وخليها على الله، والمراه عميه ليا من العوينات، وانا سنه ما كايناش الخدمه مع هاد كورونا، منين غتجيك 4 المليون؟ ما كاينش حبيبتي، كنضل في سيدي حجاج بلا غدا، كنضل نقلب ونبات نقلب، تنتلاقى مع السناصريه كيقول لي صافي غير سيري كوني هانيه، ملي كنعيط ليه في التليفون كيقطع عليا، ما كاينش، كيقول لي والله حتى غنشوف لك، كنلقى مريم الشكار كيقول لي غنبني لك، وما كاينش، ما كاينش، كيقول لي غنخلص لك وغنبني لك، ولكن ما كاينش، انا عيت بالبكا، كنضل نبكي ونبات نبكي. بغيت غير امي حيلي تبني ليا فين تقرر، انا وليداتي راه تقهرت بالكرا، راني تقهرت بالكرا اختي، راني تقهرت، راه 3 سنين وانا كاريه، والمول الدار ما عطيتيش الكرا يقول لك خرجي، راه 5 الكريات اللي كريت، 5 الكريات خرجني مول الدار ومشيت، دابا كارين حاليا تسكنه غير صغيره فين تقرر انا وليداتي، الا ما خلصتيش مول الدار يقول لك خرجي. كنضل غير نطلاوط بحال كنصبن على العيالات، ونضل نطلاوط، وحده تدخلك وحده تقول لك كاينه كورونا، وحده كل واحد واش يقول لك، امي مسكينه كتبقى بلاش حتى كنجي عاده كنجيب لها، اللي قسم الله كتاكل ويا الوليدات،
نضل نقلب الناس، عييت بالتسوال، عافاك بني وليا خلصوا ليا، كنظن نبكي عينيا طابه من كثرة البكاء، عينيا ما بقيتش كنشوف بهم بزاف. انا كنطلب الله والمحسنين يشوفوا ابني وليا هاد البقعه، يخليوني نمشي نتقرر انا وليداتي، راني تقهرت بالكرا. الله يرحم لكم الوالدين ويسهل عليكم سيدي ربي، راني ضريت، راني ما منفى كنسعى، ما منفى كنطلب، انا كنطلب الله غير على هاد المحيل ديالي، سهل ليا فيه الله، يجيب لي الله اللي يبني لي. هادشي اللي كنطلب منكم الخوت، والله يعمر ربي يسهل عليكم، راه الله اللي عالم العين بصيره وليد قصيره. كنضل نقلب ونبات نقلب، غير كنبقى في سيدي حجاج بلا غدا، حتى المركوب ما كنلقاهش باش نمشي نقلب على بقعتي. عييت من نسول اي واحد لقيته، كنعطيه التليفون كنقول ليه انا مزاوق وشوف ليا اللي خلص ليا واللي بني ليا، انا بغيت نلحق غير لامي حيلي، راني تقهرت بنتي بالكرا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. شحال من واحد تيقول لي انا غنبني لك، وملي كنعيط كيقطع لي التليفون، ما كاينش. هادشي اللي كنطلب، انا كنطلب غير امي حيلي نلحق ليه بسلام ونشوف الحباب والمحسنين. بارطاجيو هاد الفيديو على اكبر قدر ممكن. اذا بالنسبه اللي بغيت تواصل مع السيده محجوبه، الرقم ديالها مسجل في التعاريق 06 31 72 80 44، 06 31 72 80 44. صافي.